ذروة الموجة، الطقس في العيد، الاحتياط احنا لازم نعمل زي السعودية. اه والله بجد، انت عارف هناك في مكة تحديدا يعني، والمدينة برضو بيبقى فيه المراوح العملاقة هناك في الحرم النبوي او الحرم المكي، تلاقي مراوح عملاقة كبيرة جدا، اكبر من ايدي بكتير، وبعدين بترش رذاذ مية كده، يا سلام على العظمة، جميلة. احنا عايزين نجيب المراوح دي عندنا في ميدان التحرير مثلا، حاجات كده يعني. الحر بقى صعب قوي يا جماعه، ولازم دكتور منار غانم تتصرف في موضوع الحر. طبعا بقول ده هزار، لانه يعني في النهايه خبراء الارصاد هيعملوا ايه يعني. دكتور منار غانم، عضو هيئه الارصاد الجويه، منورانا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيب وبخير استاذ يوسف، لازم تلاقوا لنا حل يا دكتور، لازم تلاقوا لنا حل، مش كده، غيروا لنا الجو باي حال من الاحوال، احنا ناخد تعبنا. احتياطاتنا، احنا مش هنقدر نغير، احنا ناخد احتياطاتنا ونقدر طبعا نستمتع بالاجواء، اوكي، لان احنا بالفعل في موجه شديده الحراره قوي كانت بتاثر علينا في معظم محافظات الجمهوريه، وامس واليوم كانت ذروه هذه الموجه، يعني سجلنا قيم درجات حراره مرتفعه بشكل كبير، اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 8 درجات، اليوم العظمى على القاهره الكبرى في الظل سجلت 42 درجه مئويه، ومع وجود نسب رطوبة في الجو ونسب رطوبة كمان بدأت تزيد، احنا حسيناها أعلى من 42 درجة مئوية. محافظات الصعيد الموجودة في الجنوب ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية خلال فترة النهار، في أيضا الظل. في الظل كل قيم درجات هنا الحرارة اللي احنا هنا بنقول عليها في الظل دايما طبقا للمعايير الدولية. طبعا احنا دايما بنقول المحسوسه بتبقى اعلى، لان احنا مصادر الكتل الهوائيه اللي كانت بتاثر علينا، كتل هوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، مع كمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحراره وعدم وجود اي سحب مؤثره. من بكره ان شاء الله، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 3 لـ5 درجات. هي طبعا انخفاضات عن الذروه، يعني عن النهارده او امبارح، انخفاضات في معظم المحافظات الشماليه. كم درجه تقريبا يا دكتور؟ احنا متوقع معدل الانخفاض من 3 لـ5 درجات، يعني العظمى على القاهره الكبرى متوقع بكره ما بين 38 الى 39 درجه مئويه. في الظل. يكون طبعا في الظل، كل قيم درجات أي الحراره حاجه لها في دايما الظل. في الظل. في الظل بالظبط، الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هتكون طبعا هي الأقل في قيم درجات الحرارة ما بين 30 لـ 32 درجة مئوية فترة النهار، محافظات الصعيد هي اللي هتبقى قيم درجات الحرارة عليها مرتفعة، لسه في قيم درجات حرارة ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية، رغم الانخفاض اللي هيحصل بكرة، لكن إحساسي بالطقس هيظل شديد الحرارة، لكن أقل حدة طبعا من النهاردة، يعني الخمس درجات هيفوق إحساسي إن الطقس هيكون أقل حرارة من النهاردة، لكن هيظل بالفعل فترات النهار طقس شديد الحرارة في معظم المحافظات الداخلية، مائل للحرارة في المحافظات الموجودة في السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط. كمان احنا فترة الليل الصغرى مرتفعة بشكل كبير، خاصة مع زيادة نسب الرطوبة العالية الموجودة في الجو، فمخليها الجو فترة الليل أجواء مائلة للحرارة بالظبط، مائل للحرارة، وهنحس إن الجو ما فيهوش نسمة الهواء الموجودة. إن شاء الله في فترة العيد تدريجي كل ما تقدمنا أكتر في أيام الأسبوع هنحس إن فترات الليل الأجواء اعتدلت بشكل كبير، الصغرى انخفضت لـ 24 و25 درجة مئوية، مع نشاط الرياح اللي هيكون موجود يساعد على تلطيف الأجواء، لكن طيب فترات المساء سؤال اخير يا دكتور منار بعد اذن حضرتك، مش عايز اتعبك واطول عليك يعني، انا عارف ان كل القنوات هتكلمك او بتكلمك وبيكلموك وما الى ذلك. الفرق ما بين درجه الحراره الفعليه ودرجه الحراره في الظل بيبقى تقريبا قد ايه؟ درجتين، ثلاثه، اربعه؟ نتيجة وجود الأول نسب رطوبة موجودة في الجو، احنا بنقدر نضيف من درجتين لثلاث درجات، ممكن أحيانا توصل لأربع درجات على حسب زيادة نسب رطوبة. خلي بالنا برضو إن نسب رطوبة في الجو لسه ما زادتش بالشكل الكبير زي رطوبة فصل الصيف اللي احنا متعودين عليها، هي بدأت تزيد لكن مش عالية بالشكل الكبير، ووجودي تحت أشعة شمس كمان بيخلينا حاسة بقيم درجات حرارة أعلى، ده ما بنقدرش نقول على قيمة درجة الحرارة لأنها تختلف من شخص طبعاً. الشخص طبعا اللي هي بتحت أشعة الشمس الصبح غير الظهر ربع ساعة غير نص ساعة، واللي الأرض موجود في كمان مكان هيبقى صحراوي شوية غير اللي موجود في بالظبط مكان أخضر غير اللي موجود عشان عند كده سواحل
البحر الى اخره، يعني بتختلف جدا. بالفعل، عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المواطنين ان احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة كمان في وقت الظهيرة اللي هو تقريبا من 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر. الفترة دي شدة الإشعاع الشمسي عالية بشكل كبير، وده الوقت اللي احنا بنسجل فيه قيمة درجة الحرارة العظمى. صحيح، لو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع لازم يكون معانا غطاء للرأس يحمينا من أشعة الشمس. والله يا ربنا يكون في عون الناس. يعني أنا بشكرك جدا يا دكتور منار، كل الشكر لدكتور منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية.